نبدأ مشاهدينا. إذن الموضوع الرئيسي، اتسعت للأسف الشديد في لبنان دائرة البحث عن الدواء. معظم الصيدليات استهلك مخزونه من أدوية القلب وضغط الدم والسكري وغيرها من الأمراض، وهو ما يعرض حياة الكثيرين للخطر، خاصة مع الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يمر بها لبنان. تضاف إلى ذلك جائحة كورونا وارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس واكتظاظ المشافي القليلة التي ما تزال لديها قدرة استيعابية طائلة. فصل جديد من القلق. اختفت الأدوية من لبنان. مشكلة جعلت أحد الزبائن يلوح بمسدسه غاضبا. لا مسكن للألم، تتسع أزمة الدواء مهددة حياة المرضى والصيادلة أيضا. دخلت ست لعنا صيدلية طلبت دواء بانادول، قلنا لأنه هذا الدواء مقطوع، ما اقتنعت شكله، يمكن طلعت رجعت دخلت مرة تاني برفقة زوجة، سألوني إذا في بانادول، قلنا لهم هذا دواء مقطوع، شرحنا له الوضع وبالنهاية صار في مشادة كلامية بعد ما طرحنا البديل وما اقتنعوا، وصار اللي صار، شهر سلاحه، وكان منظر يعني مشهد صعب صادم. للوهلة الأولى حسينا أنه ممكن بأي لحظة تنتهي حياة أي شخص فينا. يجوب لبنانيون البلاد بحثا عن أدوية للأمراض المزمنة في وقت وقع أكثر من نصف السكان في براثن الفقر وفقدت مدخرات الأغنياء قيمتها. الصيدلي هو ضحية مثله مثل أي مواطن عادي بهذا البلد، عم ندفع ثمن أخطاء سياسات المالية والدوائية والسياسية لو وصلتنا لهالمرحلة وأدت لشح كبير بالدواء بالسوق اللبناني. نقص الدواء غذته عمليات احتكار وشراء بدافع الذعر بعد اقتراحات بتخفيض الدعم على الدواء. صار في هجوم من الناس على شراء الأدوية، فخلال مثلا شهر تم بيع 3 مرات كمية أدوية قد ما لازم تنبيع بشهر واحد، وبالمقابل صار في احتكار، شيء سياسي موجود كل عمره بالنسبه للاطار الصحي، حجز هاي الادويه بالمستودعات حتى يستغلوها بظرف ثاني ليعطوها للناس بسعر اكبر. يخشى اللبنانيون من مرحله انهيار اكبر تضيف مآسي جديده الى اوضاعهم المتعبه. وينضم إلينا من بيروت الدكتور عاصم عراجي، رئيس لجنة الصحة النيابية. أهلا بك دكتور عاصم معنا. حضرتك البارحة على ما أعتقد أشرت إلى خطورة هذا الوضع وهذه الكارثة الإنسانية، وأنه لو رفع الدعم سيتضاعف سعر الدواء 5 مرات. طبعا هذا وضع خطير جدا. سنتحدث عن الأفق لحل هذه المسألة، لكن أود أن أبدأ معك بالأسباب. ثمة أسباب كثيرة نقرأ حولها طبعا، يا ريت لو تضيء لنا عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة لو سمحت. أول شيء مساء الخير إليك وللمشاهدين. بالطبع عندنا أزمة دوائية حادة، إلى جانب يعني جائحة كورونا اللي كمان أثرت كثير على القطاع الاستشفائي. هلا بالنسبة للقطاع الدوائي لأسباب عديدة، أولا انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار تقريبا 6 أضعاف، صارت يعني 1515 ل 8500 أو 8400 اليوم. فإجا مصرف لبنان دعم الدواء 85% و15% المستورد هو بيدفعون فريش موني يعني دولار. فهلا وصلنا لمرحلة انه مصرف لبنان ما هو قادر يكفي بسياسة الدعم الدوائية والمحروقات والقمح والمواد الغذائية. هيدي نقطة. النقطة الثانية هو انه التهريب اللي كان عم بيصير عبر معابر غير شرعية وعبر المطار، كان لأنه وصلنا لمرحلة أنه الدواء بلبنان أرخص من أي دواء بالمنطقة،
بسبب سياسة الدعم اللي كان مصرف لبنان عم يتبعها، فصار في تهريب كتير أدوية. ولما الناس عرفت إنه مصرف لبنان يمكن يوقف الدعم بلشوا يخزنوا الدواء. يعني مريض عم ياخد دواء للضغط أو لدواء للسكري أو لأي شيء صار يشتري عدة علب خوفا من قطع الدواء. طب دكتور عاصم، يعني هذه الأسباب ثمة حلول، خليني أقول لبعض تلك الأسباب ثمة حلول، يعني ربما موجودة ومطروحة. على سبيل المثال، هرولة المواطن لشراء الكثير وتخزين الكثير من علب الأدوية، ما دور نقابة الصيدلة في منع بيع المريض أكثر من حاجته للدواء؟ نقابة الصيادلة أخذوا إجراء أنا ما عاد عطوا المريض أكثر من علبة واحدة. بس المشكلة وين؟ المشكلة إنه كيف بدك تقنع الناس إنه ما تخزن دواء وهن عارفين إنه ممكن خلال شهر يبطل مصرف لبنان يدعم الدواء؟ اليوم كان في اجتماع بمجلس النواب للجان المشتركة وصار في تطرق لقصة الدواء إلى جانب المحروقات والقمح وال... أنا برأيي، أنا أعطيت رأيي، ونحن بلجنة الصحة النيابية نحن مفروض نرشد سياسة الدعم. نعم. بمعنى أنه مش نحن عم ندفع كل سنة أغلى فاتورة دوائية لمنطقة الشرق الأوسط، نحن بنستورد كل سنة بمليار و900 مليون دولار. جينا عم نقول له أنه في أدوية هيدي مفروض تندعم 20% 30%، اللي هي الأدوية اللي بتوصف بدون رشدة من الحكيم أو الأدوية اللي بتستعمل لمرة واحدة أو مرتين بالسنة. هودي بتخفف الدعم عنه. بس الأدوية المزمنة مثل أمراض الضغط، أمراض السكري، أمراض هودي بتاخده بشكل دائم، يعني هودي بيستهلكوا كتير من مدخول الفرد اللبناني. فقلنا له هيدي المفروض تستمر سياسة الدعم للأدوية هيدي. بس المشكلة الكبيرة إنه مصرف لبنان ما عنده غير دعم لمدة شهر. والدول بتعرف أنت صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، هلأ مش بوارد يقدموا أي مساعدة للبنان قبل ما يعمل إصلاحات. وللأسف بعض الطبقة السياسية بلبنان ما اتفقوا على تشكيل حكومة لتبلش بالإصلاحات. نعم دكتور، واضح أن الموضوع يدور في حلقة مغلقة للأسف. صحيح. اليوم كيف يعني المواطن اللبناني المريض الذي يشكو من مرض ما مزمن كمرض القلب أو السكري أو ضغط الدم، يعني كيف يتدبر أموره، خاصة وأنه اليوم في مخاوف كثيرة متعلقة أيضا بجائحة كورونا وبالأرقام المرتفعة طبعا التي يشهدها لبنان، عدد الإصابات طبعا. هلا يعني صار في تعميم على اطباء، لانه نحن عندنا كثير ادويه، اصناف ادويه، يعني منظمه الصحه العالميه اللائحه الاساسيه للدواء تقريبا 600 دواء. نحن عندنا بلبنان حوالي 5000 صنف، يعني كل دواء له بدائل عديده. نحن بلشنا نعطي البدائل، بس نحن حنوصل لمحل انه حتى البدائل يمكن ما نلاقيها. بمعنى انه في ادويه عم تتصنع بلبنان بديل لبراند الدواء المبتكر او دواء جينيريك. عشان هيك نحن عم نحاول نشجع الصناعه الوطنيه، عسى وعلى انه خلال هالفتره هيدي الصناعه الوطنيه تلبي الى حد ما حاجه السوق المحلي. وعم نقول له لمصرف لبنان انه انت دعم الادويه اللي ضمن لائحة منظمة الصحة العالمية والجينيريك، البراند بده يجي، في ناس معها مصاري بس ما تدعم البراند. دعم الجينيريك الرخيص واللي افكتيف حسب لائحة منظمة الصحة العالمية. هذا من ضمن الحلول اللي عطيناها اليوم بمجلس النواب. بس مثل ما تفضلتي وقلتي، نحن بلبنان بالسياسي بالاقتصاد بالصحة يعني عم ندور بحلقة مفرغ. طب دكتور عاصم، أنا اتفقت أنا ومعالي وزير الصحة، اتفقت أنا ومع معالي وزير الصحة اللي هو في التنسيق كامل معه، إنه طرحنا على الخطة هي، بس إن شاء الله يقبلوا فيها.
نعم، سؤال أخير يعني، ولا أريد أن يبدو بعيد عن الموضوع، لكن ذكرت موضوع العقوبات السياسية التي تفرض على مسؤولين ما إن كان في لبنان أو في بلدان أخرى، قد هذه العقوبات أيضا ربما تضرب يعني مصلحة الشعوب وليس الطبقة السياسية الفاسدة. اليوم أي طبقة سياسية أعتقد قادرة على شراء أدوية من الخارج صحيح واستيرادها، لكن الشعب هو من يدفع الثمن. صحيح، هو المشكلة إنه نحن عندنا اجتماع مع البنك الدولي كلجنة صحة نيابية، أنا طلبت مع زملائي باللجنة اجتماع مع البنك الدولي مشان نقول له هالحكي هذا. عندنا اجتماع نهار الجمعة الساعة 3 بمجلس النواب مع البنك الدولي، في معنا تواصل مع الإدارة المركزية تبعه بأمريكا مشان نشرح له الوضع، إنه بركي إنه الدواء والقطاع الصحي ما يفرضوا عليه عقوبات، لانه نحن عم تضرب هيدي مثل ما تفضلتي وقلتي، عم تضرب الانسان العادي، الانسان المصاري اللي معه مصاري او الفاسد اللي سرق من الدوله قادر يجيب دواء من برا. نعم، دكتور عاصم عراجي، إذا رئيس لجنة الصحة النيابية، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لمشاركتك، ونتمنى أن تنتهي هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن وبأقل خسائر ممكنة، ونتمنى السلامة للجميع. شكرا لك.